السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ انا النهاردة كده سريعا جايكم بفكرتين. كلنا طبعا عارفين المبشرة، ماشي، بنستخدمها كتير يعني. فانا جاية فكرتين النهاردة. انا اولا المبشرة بتاعتي يعني بص تلمت خالص، فجايبة ورق الالمنيوم ده كده، تانية كده همشيها كده بدل ما نرميها ونشتري واحدة تانية كده على السريع كده. بصوا اهي بدأت ايه تعمل، تمشيها كده كده خلاص كده. بقى لو مشيتها كده هتقطع، نمشيها عكس شوية بس كده، كده هترجع زي ما كانت جديدة. هغسلها واقول لكم هنعمل بيها ايه. بصوا بقى، انا واحدة من الناس اللي ما بحبش يعني ولا ارطف ملوخية كده، ماشي، ولا اعمل برضو الخضرة بارطفها بايدي كده. فانا بقى بصوا بقى هوريكم كده، هناخد كام واحدة، ماشي، هندخلهم كده. بسم الله، على حسب بقى هندخل كده. بصوا اهي، تاني هناخد اتنين كده ولا تلاتة، ماشي، ندخلهم كده. استخدميها بقى، هو بصراحة ما فيش ملوخية يعني خضرة، كنت عملتها معاكم كده، تمام. شفتوا بقى، شفتوا الفكرة، ادعولي بقى وشيروا الفيديو كتير. بصوا اهي، ولا بتطلع بعصاية ولا بتطلع بأي حاجة، اهي زي ما هي. بصوا جربها تاني، بصوا يلا بسرعة نشيل منهم واحد. كده اهي شايفين. بصوا عايزين برضو تعملوها من ورا، من دي كده اهي برضو تبقى احسن برضو اهي. يلا بينا كده اهي، شفتوا اهي. يا رب تكون الفكرة عجبتكم. اهي نعمل واحد كمان، يلا بينا ناخد بيها شبت، انا حبة كزبرة تاني بسرعة، تمام. يلا بسرعة اهي. بصوا يا رب تكون الفكرة عجبتكم، ولو عجبتكم لايك وشير توصل لأكبر عدد ممكن، وما تنسونيش من دعواتكم. السلام عليكم.